رجل مع امرأته جعل الله بين الرجل والمرأة مسافة. قال وللرجال عليهن ايه؟ درجة. يبقى دي مسافة ولا لا؟ يبقى دي مسافة. يبقى الراجل هنا والست هنا. مش معنى ان الست هنا ان مكانها تحت واطي يعني عن الراجل، لا، هذا مكانها الذي لا تصلح الا فيه. فربنا عز وجل وضعها مثلا في هذا المكان ووضع الرجل فوقها. اذا اختصرنا المسافه وتبادلنا الكراسي وبقت العصمه في يد المراه، ايه اللي هيحصل؟ اي غضبه هتقول له انت طالق. لو غضبت منه اي غضب حتى الله فوق. لكن لم يجعل الطلاق بيد المراه. ليه؟ لانها المراه سريعه الغضب، وبعدين في اثناء غضبها قد تنسى جميل زوجها. وده مش كلام انا يعني مش عايز النساء يفكروا، لان في بعض النساء بيبعتوا يقولوا انت معروف ان انت ضد النساء وبتحبش النساء والكلام ده. لا، ده انا متجوز اربعه، فما فيش حد يقول لي بقى انت عدو النساء. انا لو عدو النساء كنت عشت عزبا، ها، عزب لوحدي كده، ما كنتش بنعم. لا، بالعكس، النساء قرة عين، ما فيش شك يعني. لكن احنا عايزين نحط المسائل زي ما هي. الدين ليس فيه مجاملة. لما نقول للمرأة الغبية اللي زوجها الراجل بيحب يكره المرأة الغبية، ما بيزعلش مني إلا الغبية. لكن المرأة الذكية الكويسة اللي مريحة زوجها هتزعل مني ليه؟ لا، أنا أثني على هذه المرأة. ودائما أقول قاعدة بنيان الأمة المسلمة هي المرأة مش الرجل. إذا انصلح نساؤنا سنكون دولة عظمى في أقل من 10 سنوات. مصر الحمد لله مليانة مواهب، ومصر بلد تقيلة مش سهلة، لكن هم همشوها وخلوها لا تسوي ذرة في ميزان الدولي وفي الميزان الإقليمي. مصر عمرها ما كانت كده. مصر طول عمرها قوية وطول عمرها رأس. طول عمر مصر رأس، قدرها هكذا، وهي اللي علمت البلاد العربية بالبعثات والمدرسين والكلام ده. وزيك تلاقي اللهجة المصرية مفهومة في كل البلاد العربية. ليه؟ عشان المدرسين والابتعاث والكلام ده. فمصر بلد تزخر بمواهبها وطاقتها. لو نساؤنا عرفنا حقيقة دورهن احنا هنبقى دولة عظمى في اقل من 10 سنين.